هذا وقد أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السيرافي وزيرة السياحة أن المسيرة التنموية لجلالة الملك المعظم شهدت نمو مختلف القطاعات في مملكة البحرين بما فيها القطاع السياحي، حيث سجلت المملكة نموا متسارعا في عدد المشاريع السياحية والاستراتيجية التي تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أثبتت أن بالفعل في تنمية شاملة في جميع القطاعات في مملكة البحرين، منها السياسية والاقتصادية والتعليمية والسياحية كذلك. إذا بننظر للقطاع السياحي نرى أن في هذه المسيرة التنموية الشاملة ومن خلال الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نمت كثير من المشاريع السياحية في العهد الزاهر لجلالة الملك. طبعا عندما ننظر إلى المحافل الدولية التي بالفعل أثبتت أن القطاع السياحي تحديدا في مملكة البحرين من القطاعات الواعدة التي مثلت دور محوري في تنويع مصادر الدخل في مملكة البحرين، نرى أنه بالفعل كانت هناك خطة واضحة لهذه المسيرة التنموية الشاملة، وبالتحديد في تنمية القطاع السياحي من خلال التشريعات التي ساهمت بشكل جذري في تنمية كبرى المشاريع التنموية التي نراها اليوم على أرض الواقع في مملكة البحرين.